والله العظيم حقك. احكي لك شي كلمة مشان يصير حقك. عجي تهزي برجليك عم توتريني ها؟ لا 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 خذي راحتك هزي هزي قد ما بدك. طيب يا عمري وإذا يعني لطعتك ساعتين بجنينة؟ طيب ما لازم تعرفي شو السبب؟ بركي دعستني سيارة وقعت عند أم الدرج صار لي شي. ليك ولا جمال أنا أكره على قلبي اللي عم بيصير بيناتنا هلأ. وشو عم بيصير بيناتنا هلأ؟ ليك أنا طبيعة هاي العلاقة مو ظابطة معي. إصرارك إنه أنت السطيلة وأنا الهبيلة ولازم أتحمل جنانك ومزاجيتك، خلاص أنا ما عاد فيني أتحمل. جمال أنا بحبك، أنا بحبك لدرجة إنه أنا ما بعرف ليش أنا بحبك. أنا عم تعبك ماما. جمال في شغلة أنت مو منتبه لها. أنا بنت حلوة. عن جد؟ بعرف إنك حلوة. بتعرفوا العقبة؟ عقبة بن نافع طبعاً بعرفه. شخصية تاريخية كثير مهمة. حاجة جمال فزلكة، عقبة فينا بالزفتة بالجامعة. إيه عرفته، السقيل عرفته، شو بو؟ إيه منيح عرفته. عقبة صار لي أرض أرض ومستعد من بكرة يبعت أهله يطلبوني، مو بس هيك. بس نتخرج نسافر على الإمارات نشتغل بشركة أبوه الكبيرة العريضة. أيوة وهذا الموضوع أنا ليش ماني دريان فيه؟ هلا هاد اللي فهمته من حكي؟ أنا هلا بدي أعرف قصة بهالأهمية ليش ماني دريان فيها؟ ما إجت مناسبة. ما إجت مناسبة؟ وشو ناطرة حضرتك؟ لا احتفالات راس سنة ولا احتفالات ماني قادر لحتى تخبريني؟ يعني حقيقة ما إجت مناسبة، بعدين أنا وقفته عند حده. طبعاً مواضيع مثل كاسيت هاني شاكر، عمرو دياب بتلاقي له مناسبة. أما موضوع بخص هذا التافه عروة ما بتلاقي له مناسبة. عقبة. أنت مثل عقلك متضايق ولا عم تسلبها؟ خلاص هنين خلاص أنا عن جد متضايق. هاي أنت وياها صرعتوني. جايك أنت التاني جايك بلا هي حركات النسوان تبعك. يا جمال صار له ساعة بده يلعبني دق شطرنج وأنا متمنع وأنا راغب. شوفي ولي إذا بلمحك أو بشوفك واقفة مع هذا التافه رح تكون الآخرة بيناتنا، أوكي؟ لو سمحت لا تقول عن رفيقي تافه. يا ستي مو تافه، لا مو تافه، هو واطي، هو صرماية، هو قفى صرمايتي أصلا. لأنك غيران منه. أنا بدي غار منه على شو؟ من هذا الجاهل. لك شو بدك؟ بالجغرافيا، بالفلسفة، بالطب، بالجيولوجيا، بحطه بجيبتي الصغيرة. إيه ما شاء الله لأنك كتير فهيم. هو شو؟ شقفة واحد شخصية عنده مصاري ما بتاكل النيران وفوق كل هذا مستقبل. إيه لا أنا هذا الوضع ما عاد يشرفني، بقصد ما عاد يناسبني. وين رايح؟ والشطرنج؟ اشربها أنت. اشربها أنت؟ شو بها المجنون هاد؟ لقيك مبسوطة مع أنه طلع زعلان؟ ايه بده يرجع. ما بعتقد لأنه معصب كتير. لا تخاف رح يرجع، هلا بيكون بالشارع عم بيحكي مع حاله مثل المجنون وعم بيرجف وطلع سيجارة من الباكيت ومو ملاقي للداعي. ليكو على الدرج، واحد اثنين ثلاثة افتح له الباب. شرف عمي انا رجعت بس مشان ما تزعل مني، يعني ما حلو يطلعوا ملعبك دق شطرنج. ايه تفضل. عم تضحكي؟ انت ما دخلك. على راحتك تفضل دارلك.
أنا فايتة على غرفتي، عندي تليفون كتير ضروري. باي. بزنتي يا عمي، لو أنا ما بحبك وبعزك فلا بعتي بهذا البيت. افوت افوت، خلصني فوت. ارهر ورق هالعمر، ورقة ورا ورقة، واللي انكتب بالبحر عم نسرقه سرقة. يا امبارح اللي